باب جامع مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من القرشي العربي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ولد يتيما عام الفيل بمكة وأرضعته وعمه حمزة ثويبة جارية أبي لهب وبعدها حليمة السعدية نشا يتيما يكفله جده عبد المطلب ماتت امه وهو ابن اربع سنين ثم مات جده وهو ابن ثمان سنين ثم كفله عمه ابو طالب طهره الله من كل عيب ومنحه كل خلق جميل واثنى عليه فقال وانك لعلى خلق عظيم رعى الغنم وخرج الى الشام تاجرا مرتين تزوج خديجة بنت خويلد فكان منها أولاده القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم في الإسلام عبد الله وكان إبراهيم من مارية القبطية كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصب بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس أشكل العينين ضليع الفم منوس العقب ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحر وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة كأن عرقه اللؤلؤ لما بلغ أربعين سنة أوحى الله إليه فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بعثه الله داعيا إلى التوحيد والهدى زاجرا عن الشرك وموارد الرداء فاستجاب له قلة من قومه ذاقوا معه ألوانا من الأذى فهاجر بعضهم إلى الحبشة وفي السنه السابعه اسلم حمزه وعمر وحاصرت قريش من المسلمين وبني هاشم في الشعب نحو من ثلاث سنين وفي التاسعه انشق القمر وفي العاشره مات عمه ابو طالب وزوجته خديجه ثم تزوج سوده بنت زمعه فلما انقضت العشر اكرمه الله بالاسراء والمعراج وفرض عليه الصلوات الخمس وفي ذات العام بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ثم في العام بعده كانت بيعة العقبة الكبرى حيث حضر سبعون من الأنصار فأصبح للمسلمين العون والنصرة والنصرة من أهل المدينة فأمروا بالهجرة إلى طيبة في السنة الثالثة عشرة وفيها آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى مسجده وبنى بعائشة وأقام موادعة صلح مع اليهود وطيلة مكثه بالمدينة بعث نحو من خمسين من البعوث والصرايا وأكثر من عشرين غزوة ففي الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى ثم غزوة بني قينقاع وفرضت الزكاة والصيام وتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وشرعت صلاة العيدين وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وفي الثالثة وقعت وقعت أحد والرجيع وبئر معونة وغيرها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المساكين زينب بنت خزيمة، وولد سبطه الحسن بن علي، وفي الرابعة كان جلاء بني النضير من اليهود، وغزوة ذات الرقاع، وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وأم سلمة وماتت زينب بنت خزيمة وولد الحسين بن علي وشرعت صلاة الخوف وفي الخامسة وقعت غزوات الخندق وبني قريظة وبني المصطلق بالمريسية وتزوج صلى الله عليه وسلم بنت الحارث سيد بني المصطلق وفيها توفي سيد الأنصار سعد بن معاذ الأوسي ووقعت حادثة الإفك وفي السادسة كانت بيئة الرضوان وغزوة الحديبية وفي السابعة كان فتح خيبر وعمرة القضاء وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وصفية بنت حويي ودخل بأم حبيبة بنت أبي سفيان وحرمت نحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء، وفي الثامنة كانت غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة حنين، وولادة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. وفي التاسعة عام الوفود كان هدم مسجد الترار وغزوة تبوك، وصلاة الغائب على النجاشي، وحجة أبي بكر الصديق. وفي العاشرة كانت حجة الوداع. ووفاة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعت صلاة الخسوف ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي ربيع الأول من السنة وفي ربيع الأول من السنة الحادية عشرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك على مدارسة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومع مجلس آخر من مجالس الإعلام بدلائل الاعتصام وما زلنا في الباب التاسع في الجزء الاخير منه المتعلق بسيره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الباب التاسع هو اول الابواب الاربعه التي خصصت ل أصل عظيم كبير من أصول الاعتصام وهو أصل السنة النبوية. تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى فيما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صفاته الذاتية الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام وتكلمنا أيضا عن الفترة المكية والان نتكلم عن الفتره المدنيه التي تبتدئ من هجرته عليه الصلاه والسلام الى وفاته صلى الله عليه واله وسلم والذي يعنينا كما نذكر به دائما ان تناولنا لسيرته عليه الصلاه والسلام يختلف ب لان المقصد منه هو الجانب الاعتصامي أي ما هي الدروس والعبر التي نستفيدها كأصول منهجية في فهم وتصور هذا الدين والعمل بمقتضاه بناءً على كل فترة من فترات سيرته عليه الصلاة والسلام فليس كل فتره او كل مرحله من سيره عليه الصلاه والسلام هي محل اقتداء ومثلنا لذلك بما ذكرناه بما قبل النبوه ولكن لا يخلو ذكرها من فائده ففائدتها كما ذكرنا هو بيان تعظيم الله تبارك وتعالى لهذا النبي وعنايته به وإعداده لهذا الأمر العظيم الذي سيتحمله فيما بعد كما أن ذكر دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لها تعلق كبير في باب النبوات من جهة إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام فهي لا تخلو من فائدة لكن الشاهد عندنا أنها ليست محل اقتداء يعني فترة ولادته إلى قبيل البعثة وأما محل الاقتداء فعندما يبدأ محل الاقتداء من قوله عندما أنزل عليه تبارك وتعالى اقرأ فلما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر صار نبيا ورسولا فصار محل اقتداء يقتدى به عليه الصلاه والسلام في كل اقواله وافعاله واحواله عليه الصلاه والسلام وهذا هو الاصل كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الا ما اختص به عليه الصلاه والسلام من خصوصياته وهي قليله او ما كان محل الاقتداء باعتبار اخر كما ذكرنا في تصرفاته عليه الصلاة والسلام عندما تكلمنا عن التصرفات النبوية قد يتصرف عليه الصلاة والسلام باعتباره حاكما فيكون الاقتداء خاصا بالحكام في هذا الموطن وليس لكل الناس أو قد يتصرف عليه الصلاة والسلام باعتباره قاضيا مفتيا فيكون الاقتداء بهذا الوصف وبهذا الاعتبار ولكن هذه الامور هي امور قليله ولكن ينبغي تمييزها عن غيرها، فمعرفه تصرفاته عليه الصلاه والسلام مهم بجانب الاقتداء به صلى الله عليه واله وسلم. وصلنا الى فتره المرحله المدنيه. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. وهذا تدرج من ابن القيم وهو نوع تذكير لنا يقول رحمه الله اول ما اوحى اليه ربه تبارك وتعالى ان يقرا باسم ربه الذي خلق وذلك اول نبوته فامره ان يقرا في نفسه ولم يامره اذ ذاك بتبليغ ثم انزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر فنباه بقوله اقرا وارسله بيا ايها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حوله من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصح إذا هنا المرحلة المكية اختصار يعني لكنه دقيق من إمام محقق وهو ابن القيم رحمه الله ثم قال ثم أذن له في الهجرة وهنا بدأت المرحلة المدنية ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام إذا الكفار ثلاث أقسام بعد الأمر بالجهاد قال رحمه الله أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة إذن هذه أصناف الكفار بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فامر بان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم وان يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فان خاف منهم خيانه نبذ اليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد وهذا من كمال هذا الدين وامر ان يقاتل من نقض عهده ولما نزلت سوره براءه نزلت ببيان حكم هذه الاقسام كلها اذا نزول سوره براءه كان امرا مفصليا لتحديد العلاقات بين الدوله المسلمه والدول الاخرى الكافره قال رحمه الله فلما ولما نزلت سوره براءه نزلت ببيان حكم هذه الاقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغضة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان بالحجة واللسان وأمره لأن النفاق كما تعلمون لم يظهر إلا في الفترة المدنية وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. إذا صار أهل العهد من الكفار ثلاثة أقسام. قسما أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم. وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه. فأمره ان يتم لهم عهدهم الى مدتهم. وقسما يعني ثالثا لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه او كان لهم عهد مطلق فأمر ان يؤجلهم اربعه اشهر. فاذا انسلخت قاتلهم. وهي الاشهر الاربعه المذكوره في قوله تعالى فسيحوا في الارض اربعه أشهر وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أقتل المشركين التي في سورة التوبة فالحرم وهذه فائدة مهمة جدا يذكرها ابن القيم قال فالحرم ها هنا يعني التي في هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم أقتل المشركين قال فالحرم ها هنا هي أشهر التسيير أولها يوم الأذان وهو اليوم وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك نيلت في قوله تعالى أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وآخرها العاشر من ربيع الآخر إذن أربعة أشهر من عشرة إلى عشرة وليست هي الاربعه المذكوره في قوله ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. الحرم في هذه ليست هي الحرم التي في اول التوبه، فاذا سلخ الاشهر الحرم هذه اشهر التسيير وليست هي الاشهر الحرم المعروفه التي هي يعني ثلاث متتاليات ورجب الفرض. قال رحمه الله فان تلك فان تلك يعني تلك الحرم الاشهر الحرم المعروفه واحد فرض وثلاثه سرد رجب هو الفرض والسرد هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ولم يسير المشركين في هذه الاربعه فان هذا لا يمكن لانها غير متواليه واضح فسيحوا في الارض اربعه اشهر يعني متواليه وهي ليست الاشهر الحرم الاربعه فان هذا لا يمكن لانها غير متواليه وهو انما اجلهم اربعه اشهر ثم امره بعد انسلاخها ان يقاتلهم فقتل الناقض لعهده واجل من لا عهد له او له عهد مطلق اربعه اشهر وامره ان يتم للموفي بعهده عهده الى مدته فاسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الجيزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام إذا القسمة النهائية للكفار قال فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة كفار المحاربين والكفار المعاهدين وأهل الذمة ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة يعني أهل العهد والصلح دخلوا في الاسلام قال ثم آلت حال اهل العهد والصلح الى الاسلام فصاروا معه قسمين محاربين واهل ذمه والمحاربون له خائفون منه فصار اهل الارض معه ثلاثه اقسام هذه التقسيمات بتدرج يمضي بها ابن القيم رحمه الله قال مسلم مؤمن به ومسالم له امن وخائف محارب مسلم مؤمن به وهم اهل الاسلام ومسالم له امن وخائف محارب هذا عن سيرته صلى الله عليه وسلم مع الكفار يعني الكفار ظاهرا وباطنا واما سيرته في المنافقين هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام لكن تصدر منهم تصرفات يعني تفضحهم كما قال الله تعالى وتعرفنهم في لحن القول لا بد ان تصدر منهم اخطاء لحن في الاقوال تكشف ما في سرائرهم وقد فضحهم الله تبارك وتعالى في صوره المنافقون وصورة التوبة وصورة النساء يعني مواطن كثيرة ذكر الله تعالى فيها المنافقين وفضح أمرهم قال رحمه الله وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين إذا هذا هذه هي المواقف النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفين له سواء ظاهرا وباطنا وهم الكفار وقد عرفتم كيف كان كانت سيرته صلى الله عليه وسلم معهم او من كان يظهر الاسلام ليسلم ليحقن دمه وماله ويحافظ على مصالحه مع كفره في الباطن لكن تظهر منه بين الفينه والاخرى تلك الامور القبيحه والشناعات التي تبين حقيقه ما ينطوي عليه. وهذا النوع يعني المنافقين فهو هذا النوع خطير. ويكفي ان الله تبارك وتعالى وصفهم بالعداوه وحصرهم فيها. هم العدو احذرهم. وهذا من اسلوب الحصر. هم العدو يعني كانه لا عدو اخر. يعني العدو الحقيقي هو هذا العدو الداخلي لأن العدو الخارجي أنت تتأهب له إذ هو يظهر لك عداوته فأنت تكون دائما في حيطة وفي حذر لكن هذا المتربص الذي يعيش بين المسلمين ويخدم أعداء الدين ويكون أحياناً بأساليب ووسائل ظاهرها الدين ونصرة الدين ربما لا يخفى عليكم قصة المسجد مسجد الضرار يعني هذا ظاهره أنه مشروع إصلاحي لنتكلم باللغة المعاصرة حتى يفهم الأمر فهذا مشروع إصلاحي مسجد فالمسجد في الاسلام معلوم انه انما يبنى لله تبارك وتعالى والمقصود منه هو مقاصد يعني يعني كبيرة من جمع المؤمنين و قلوبهم وهو ما هو جامعة لتعليم الدين وتخريج المجاهدين إلى غير ذلك من وظائف المسجد نتكلم عن وظائف المسجد التي أرادها الله تبارك وتعالى وكان عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليها المسلمون إلى عهد قريب أما في زماننا هذا فقد يعني حوصرت المساجد كما تعلمون وقتصر دورها على أداء الصلوات فحسب إلا كلمات يسيرات هنا وهناك إذا قارنت مع ما تحتاجه الأمة اليوم من تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتوجيه الشباب وغير ذلك مما تحتاجه الامه نجد ان وظيفه المسجد في واد وحاجيات الامه الحقيقيه في واد اخر الا من رحم الله الشان المقصود هو ان هذا الشعار وهذا المشروع الاصلاحي الكبير المدعى الذي بناه واقامه المنافقون في زمن النبوه فسماه الله تعالى مسجد الضرار وبين ان كان ان سببه خلاف ان الاسباب الحقيقية لتأسيسه هي غير ما يشاع وهذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى ولا يخفاكم وقد ذكرنا هذا غير مرة بان هذا القران هو فيه جميع الاصول لكن تحتاج الى عين فاحصة وقبلها قلب يقظ سليم ونظر عظيم في الشريعه فهذا الاصول الكبرى للهدايه والاصول الكبرى للضلال كلها موجوده في القران فتغير هذه الانماط والاشكال انما هو فقط تغير في الصوره فقط اما المضمون والحقيقه فأصولها في القرآن وفي السنة النبوية فمن أصول الضلال التي اعتمدها وسائل محاربة الدين التي اعتمدها المنافقون هو تبني المشاريع الإصلاحية إصلاح المرأة إصلاح الاقتصاد إصلاح الشباب اصلاح الأمة وهلم جر يعني مشاريع عناوين عظيمة كبيرة براقة الهدف منها هو جر من يمكن جره والهدف هو الإضلال لأن هدف النفاق هو محاربة هذا الدين فعكس الهدف الذي جاء من اجله الاسلام النفاق هو عدو داخلي يحاول تفتيت وتفكيك كل مقومات المجتمع الاسلامي سواء الاصل الكبير وهو الاعتقاد ومن تامل تاريخ واستعرض تاريخ الامه يجد ان اكثر الحركات حركات النفاق يعني توجهت اساسا الى جانب المعتقد يعني من النظر الى دور مثلا الشيعة والرافضة في الامة ودور غلاة الصوفية في الامة فهؤلاء هاتان الطائفتان هما اول من ادخل الشرك في هذه الامة كذلك الفرق الكلامية فها عندها نوع نفاق لأنها أعرضت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واستعانت واستجلبت فكر الفلسفة وأدخلته إلى الدين إلى غير ذلك من الأمور التي إذا تأملها اللبيب عرف حقيقة الأمر وعرف حقيقة ما يكاد وعظيم المكر الذي يحيط بهذه الأمة إذا هذه المسألة ينبغي أن ننتبه أن ننتبه لها وصراع النبي صلى الله عليه وسلم مع النفاق والمنافقين ومعاناته عليه الصلاة والسلام حتى وصل أذاهم إلى بيته الشريف وطعنهم في زوجته الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق وما زال المنافقون في كل زمان وعلى رأسهم الرافضة يعيدون ذات الشيء إذا هذه هذا الأمر هذا العدو ينبغي التنبه له ويكفينا أن الله تبارك وتعالى قال هم العدو وإن شاء الله عقدنا بابا في الاعتصام يأتي في الأبواب إن شاء الله تعالى خاص بالنفاق لخطورته إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له سيرة كما قلنا مع الكفار الظاهرين ومع الخطر الاكبر الذي هو النفاق ولحكمه ارادها الله تبارك وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قد عرفه لحكمته سبحانه وتعالى عرفه على بعض المنافقين دون بعض لحكمه ومع معرفته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين كان يعاملهم في الظاهر معامله اهل الاسلام لحكمه بينها النبي صلى الله عليه وسلم من جمله الحكم حتى لا يقال محمد يقتل اصحابه اذا مراعاه نظر الاخر يعني نظر غير المسلم الذي هو اصلا مشروع ومحطه دعوه ان يعني المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما انه ارسل رحمه للعالمين ف الكرة الأرضية كلها محط دعوة للمسلمين فكل من على وجه الأرض ينبغي أن يكون مسلما فمراعاة هذا الأمر يعني الذي هو نظرة الكفار الذين يرجى أن يكونوا مسلمين فيما بعد مراعاة نظرتهم إلى تصرفاتنا أمر مهم جدا وهذا أيها الأحبه معنى عظيم تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الشخص يهدم الدين ويحارب الدين ومواقف معروفه يعني إذا قرأت سوره المنافقين الأمر واضح يعني كيف أنهم يعني في غزوة الأحد ذهبوا بثلث الجيش يعني أمور خطيره جدا يعني مؤثره تأثير بليغ في الحياة أو في المجتمع المسلم ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معامله الظاهر مع اخذه بهذه الاحتياطات التي امره الله تعالى ان ياخذ بها وهي التي لخصها ابن القيم اعيد هذا الامر لاهميته قال رحمه الله واما سيرته في المنافقين فانه امر ان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله مع ضميمه قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال محمد يقتل اصحابه لان الناس الكفار سيرون بان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل رغم انه في الظاهر مسلم اذا يقتل اصحابه اذا لماذا سنسلم؟ هذا اشكال. وان يجاهدهم بالعلم والحجه. وهذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وقام به ورثته من بعده وما زالون يقومون بهذا. وامره ان يعرض عنهم ويغلظ عليهم وان يبلغ بالقول البليغ الى نفوسهم ونهاه ان يصلي عليهم وان يقوم على قبورهم يعني كل المظاهر هذه النهي عن الصلاه عليهم فاذا جمعت بين كونه لا يقتلهم باعتبارهم مسلمين في الظاهر وفي نفس الوقت لا يصلي عليهم ورغم ان يرحمك الله رغم ان الاصل ان المسلم يصلى عليه كل هذه احتياطات للدين فهو جمع بين مصلحتين مصلحه مراعاه نظره الكفار الذين هم سيكونون مسلمين فيما بعد الينا وايضا يعني محافظه على راس المال الذي هو اهل الاسلام حتى لا يغتروا بهؤلاء المنافقين فيقعوا ضحيه لهم، فينبغي لاهل الاسلام ان يعرفوا عدوهم الداخلي. ثم قال ابن القيم رحمه الله فصل في سيرته صلى الله عليه وسلم في اوليائه وحزبه، بعد ان ذكر سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع اعدائه ذكر النوع الثاني في تعامله مع اوليائه وحزبه. قال: واما سيرته في اوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعدو عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا وامره ان يقيم الحدود على من اتى موجباتها منهم وان يكون عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم اذا لاحظتم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوصيف الذي يذكره ابن القيم رحمه الله في تعامله صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الفتره المدنيه التي نتكلم عنها فتره تكوين الدوله والمجتمع المسلم الذي كان مضطهدا في الفتره المكيه والان صار صاحب مناعه وصاحب دعوه يبادر الى نشر هذه الدعوه في الافاق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرين يعني ترغيب وترهيب في التعامل مع اهل الايمان فليس هناك وجها واحدا في التعامل فكما انه يصبر نفسه مع هؤلاء المؤمنين الذين ضحوا بكل غال ونفيس معه صلى الله عليه وسلم لاقامه هذا الدين ابتغاء وجه رب العالمين وانه يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الامر طبعا من كان اهلا للمشوره كل بحسبه وان يصلي عليهم هذا وصف وايضا وصف اخر وهو امره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب وأيضا أمره الله تبارك وتعالى بإقامة الحدود فهذا كله لحماية هذا المجتمع وهذا الكيان الجديد على ظهر الأرض والذي سيكون بداية لي ونواة للمجتمع المسلم الذي الأصل أنه سيبقى إلى قيام الساعة. وهذا المنهج ينبغي اعتماده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمده بوحي من رب العالمين. فالتعامل ليس فيه وجه واحد. فيه ترغيب وفيه ترهيب. فيه ولكن الهدف منه هو صيانة هذا المجتمع المسلم حتى يبقى دائما على طريق الصراط المستقيم. قال رحمه الله وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعادة بالله منهم ذكر ذلك في آه، ثلاث مواطن من القرآن في سورة الأعراف والمؤمنون وفصلت ثم ذكر قال رحمه الله فإن ولي الأمر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في بعض التصرفات باعتباره ولي للامر قال فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم، وسمحت به، وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو. خذ العفو، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. وامر ان يامرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمه والفطر المستقيمه وتقر بحسنه ونفعه واذا امر به يامر بالمعروف ايضا لا بالعنف والغلظه يعني تصوروا ابن القيم هنا يتكلم رحمه الله عن ولي الامر الذي له سلطه له سلطه ورغم ذلك يقول انه يامر بالمعروف وايضا بالمعروف لا بالعنف والغلظه فكيف بآحاد الناس؟ يعني لا شك ان هذا الوصف آكد يعني وانت تدعو الى الله تبارك وتعالى فيتاكد هذا الامر في حقك اذا امرت بمعروف فامر بمعروف ولكن ايضا بمعروف وإذا نهيت أيضا عن منكر فانهى عن منكر بدون منكر قال وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله فبذلك يكتفي شرهم المميزات العامة للمرحلة المدنية أردنا أن نجمل الكلام في المميزات العامة لهذه المرحلة من سيرته صلى الله عليه وسلم. المعلم الأول فيها استمرار الدعوة إلى التوحيد إلى آخر لحظات وفاته صلى الله عليه وسلم. وهو في اللحظات الأخيرة يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما فعلوا إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته إلى التوحيد واستمر في تصحيح العقيدة ومر معكم قصة ذات أنواط وهي كانت في غزوة وغيرها من المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداوم على تصحيح الاعتقاد لانه كما قلنا هذا هو الاصل الاصيل والركن الركين الذي يبنى عليه المجتمع المسلم اذا الدعوه الى التوحيد لم تتوقف يعني كثير من الناس ربما يتصور بان الدعوة التوحيد انتهت بالفترة المكية. الفترة المكية نعم كان فيها التأكيد وغرس العقيدة واضحا، لكن هذا الأصل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني أو الميزة الثانية تقوية أواصر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع المسلم ويظهر ذلك من اللحظات الأولى لقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة قد آخى بين المهاجرين والأنصار وقد بلغت هذه المؤاخاة إلى حدود كبيرة إلى الاشتراك في الأموال هذه الاخوه تعتبر اصلا كبيرا في بقاء الامه الاسلاميه ككيان متميز والله تبارك وتعالى قد حض على هذا الامر وقال سبحانه انما المؤمنون اخوه وذكر الله تبارك وتعالى الاخوة في معرض الامتنان واذكروا نعمة الله عليكم واذ كنتم اعداء فالف بين قلوب فاصبحتم بنعمته اخوانا لا يمكن لاي دعوة ان تمضي قدما اذا كانت العلاقات بين افرادها واعضائها ضعيفة لهذا تقوية الجبهة الداخلية أمر مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا العنصر المهم الذي هو التماسك تماسك الجماعة المسلمة هذه الجماعة وهذه الفئة التي ستقود حركة الإصلاح والتغيير في العالم لا بد أن تكون متآخية وكانت إذا ظهر مرة مرة ما يخدش في هذا الأصل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم وكان صارما لا يتسامح في هذا الأصل فمرة أحد الصحابة عير أخاه فقال يا ابن السوداء فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف سدا منيعا ليحارب هذه الآفة لأنها تخديش في هذا الأصل العظيم الذي هو الأخوة قال له إنك امرؤ فيك جاهلية ولما وقع ما وقع بين أنصاري ومهاجري بأن كسع صاحبه فأدى هذا هذه الحركة انظروا كيف الشيطان يؤثر في بعض الأمور تكون في بداية الأمر كان هذا الفعل هذا التصرف الذي صدر من الصحابي تجاه أخيه كان فقط على وجه المزاح ولكنه تطور إلى نزاع كان يقتتل فيه المهاجرون والأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الجاهلي وأنا بين أظهركم لماذا أن هذا يخدش في الجماعة وحدة الجماعة إذن فالأخوة الإيمانية مهمة جدا والاحاديث في هذا الباب كثيرة مثل المؤمنين في سوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد هذا المعنى معنى عظيم ومعنى كبير واصل الجماعة كما سياتي معنا ان شاء الله بيانه في ابواب لاحقة اصل كبير من اصول الاعتصام بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الايات كثيره التي تهدد تحدث عن التفرق وحذرت منه وحذرت من الاختلاف كل هذا لاجل الحفاظ على وحده الجماعه وعلى الاخوه الكثير من الاحكام شرعت ومن مقاصدها اما بناء هذه الاخوه كصلاه الجماعه وصيام جماعه في شهر واحد الحج في موطن واحد كل هذه المعاني لتحقيق هذا المعنى وكذلك نهينا عن بعض المعاملات انت مثلا اذا نظرت في كثير من الامور التي حرمها الله تعالى في احكام البيوع فانها تدور حول هذا المعنى حتى لا يفضي الشرع ينهى عن بعض المعاملات في البيوع وفي البيع والشراء حتى لا يفضي ذلك الى التنازع الذي يفكك ويهدد هذه الاخوه وعندما نتكلم عن الاخوه نتكلم عن الاخوه بمعناها الكبير. هناك اولا اخوه الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم. المسلم اخو المسلم. بمعنى اذا كان هذا الشخص فيه وصف الاسلام فهو اخ لك. فكلمة المسلم تبدأ من المسلم الذي هو في درجة الإحسان، والمسلم الذي هو في درجة الإيمان، والمسلم المتبع المتسنن، وتشمل حتى تصل إلى المسلم الذي ربما اختلف الناس فيه كتارك الصلاة فمن يعتقد إسلامه فهو ينبغي أن تسري عليه كل هذه الحقوق المسلم أخو المسلم وكذلك الفاسق وكذلك المبتدع ما دام وصف الإسلام قائما به وكل بحسبه كل بحسبه فليست الأخوة هي أخوة الوطن هذه من المسائل الخطيرة التي دخلت على المسلمين وهي من الغرائب وصارت الآن مسلمة الناس صار الآن ينظرون إلى العلاقات والروابط التي تربطهم هي روابط الوطن الروابط التي ينبغي أن تربط بين أهل الإسلام هي أكبر من هذه الحدود التي صنعها المحتل وللاسف صارت الخصومات والنزاعات بين اهل الاسلام لامور تافهه يعني ان نزاعات تخدش الاخوه لاجل كره القدم او لامور تافهه جدا اذا هذا الاصل اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم لانه به يستطيع بهذه الجماعه وبهذه الاخوه وبهذه بهؤلاء الناس المتآخين يستطيع ان يواجه اعداء هذه الامه واعداء الدين المعلم الثالث عقد عهود مع المخالفين سواء مع اليهود او المشركين او غيرهم وهذا داخل في السياسه الشرعيه داخل في السياسه الشرعيه الرابع توسيع الدعوة ومواجهة من يعارضها بالقوة بعد التمكين مع اليقظة التامة لمخططات أعداء الإسلام تميزت هذه المرحلة المرحلة المدنية كما هو واضح وظاهر بتوسيع الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسع دعوته وبدأ في مراسلة الملوك وكان يرسل يعني من يعلم الناس في اطراف جزيره العرب يعني بدات الدعوه تتوسع ومواجهه من يعارضها بالقوه بعد التمكين طبعا هنا مواجهه بالقوه بوصفه حاكما بوصفه حاكما أن هنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد الجيوش و الغزوات والسرايا وكل هذه الأمور هذه أمور ترجع إلى السلطان وترجع إلى الحاكم المسلم مع اليقظة التامة كما قلنا لمخططات أعداء الإسلام سواء الأعداء الداخليين تكلمنا عن بعضهم المنافقون أو الأعداء الخارجيين من مكر اليهود وأنتم ترون اليوم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة الإسلامية اليوم يعني الخطر محدق من كل جانب يعني تفرق أولا وتشتت للأمة الإسلامية في شكل دويلات زرع أسباب التوتر والصراع الحدود بين هذه الدول الاسلاميه فيما بينها. انت لا تفكر يوما في الوحده. التحكم في اقتصاد والثقافه من طرف اعداء الاسلام خاصه اليهود والنصارى. المد الرافضي المجوسي الذي يطوق الان بلاد الاسلام. يعني منذ ظهور الثورة الإيرانية وما يخططه الرافضة رفقة اليهود والنصارى في الخفاء وإن كانوا يظهرون للناس هذا العداء المزعوم لكن الحقيقة خلاف ذلك الآن يعني المد الرافضي يعني وصل اخذوا العراق اليمن سوريا لبنان التشيع الان في افريقيا نيجيريا في السنغال في المغرب وان كان بصورة اقل في الجزائر ليبيا هذا السرطان ان لم يستيقظ المسلمون ويتنبؤوا له يوشك ان يبتلعهم النبي صلى الله عليه وسلم تميزت هذه الفتره المدنيه ب كما قلنا بتوسيع دعوته صلى الله عليه وسلم ومواجهه من يعارضها بالقوه بعد التمكين مع اليقظه التامه لمخططات اعداء الاسلام المعلم الخامس اكتمال التشريع في تدرج هذا واضح يعني بدا يعني تميزت الفتره المدنيه ب نزول كثير من الاحكام سواء في العبادات او المعاملات حتى اتم الله هذا الدين ونزل قوله تبارك وتعالى في سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا المعلم السادس ظهور عدو خطير وهو المنافقون وهذا تكلمنا عنه لأن يعني هذا العدو الداخلي لم يظهر إلا في الفترة المدنية. وهذا من أعظم الإبتلاء. المعلم السابع تربية القادة والدعاة لاستمرار الدعوة إلى قيام الساعة. هذا منهج مهم جدا ينبغي التنبه له والإهتمام به من طرف العلماء والدعاة والمصلحين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط الناس به اي بشخصه ولكن بوصفه رسولا نعم صلى الله عليه وسلم وكان يبني القاده الذين سيتولون الامر بعده وكان هذا الامر يعني من بدايات الاولى وصل الفتره المدنيه كان دائم صاحب مشورته يعني الصديق والفاروق رضي الله عنهما وكان يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم ويبني الرجال هذا قائد عسكري وهذا عالم وهذا كل فيما ينفع وفيما يصلح له وهذا مما ينبغي الاعتناء به وهو تربية الخلف. وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي وقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم هذا فعل مضارع يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى غير ذلك من النصوص التي يفهم منها هذا المعنى هذا المعنى نختم بفائدة لطيفة في هجرة وقعت في الهجرة وهو ملحظ عقائدي وتربوي في نفس الوقت ذكره الامام محمد رحمه الله في مختصر السيرة قال وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة لكن نذكر منها مسألة واحدة وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهه مفارقه الاهل والوطن والاقارب فهو قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال من اقترفتموها وتجاره من تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها هؤلاء الذين تخلفوا من المسلمين ولم يهاجروا بقوا في مكة لما جاءت المعركة الأولى معركة بدر خرجوا مع مع قريش كرها فقتل بعضهم بالرمي فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا فانزل الله تعالى فيهم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض الايات الى قوله وكان الله غفور رحيما قال رحمه الله فليتامل الناصح لنفسه هذه القصه وما انزل الله فيها من الايات فان اولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا إذا فهم يعرفون بأن هؤلاء مسلمين ويوضح قوله تعالى قالوا فيما كنتم ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم؟ بل قالوا في أي الفريقين كنتم؟ فاعتذروا بقولهم كنا مستضعفين في الأرض. فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وكم منا أيها الإخوة يحتاج أن يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وليس المقصود هنا الأرض التي أعني بها هنا في باب توسيع المعنى حتى نفهم المغزى المقصود هو الانتقال من أرض إلى أرض ولكن انتقال المعاني الإنتقال من حالة الضعف والخور إلى حالة القوة والعزة الإنتقال من حالة الجهل إلى حالة العلم الإنتقال من الكسل وضعف الاراده وعدم التحرك لما يراه مما يقع في بلاد المسلمين من الجهل وتحريف العقائد ومحاربه الدين وقتل الابرياء وغير ذلك كل هذه الامور كثير من الخلق لا تحرك فيه شيئا وهو يقول اني مسلم قال فلم تكذبهم الملائكة يعني عند عندما قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي راه مستضعف في الأرض ولكن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ويوضح قوله للسيدنا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا قال فهذا في غاية الوضوح إذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة. اسمع. قال: فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة أن يعني هؤلاء صحابة الذين تخلف تخلفوا ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا إلى أن يخرجوا بجيش في المشركين فيقتلوا. قال: فكيف بغيرهم؟ فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة، فكيف بغيرهم؟ قال ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا، وهذا اللي تكلمت عليه. كثير من الناس لا يفكر ولا يحمل هم الإسلام ولا كأنه كأن الأمر لا يعنيه. قال فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت، اكتبوا هذه العبارة، فإذا فهمت فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم فإن هذه وأمثالها منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم فإن هذه أي هذه المسألة وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه ورضى الله خيرا الإمام محمد رحمه إذ نبهنا إلى هذه المسألة فإذا كانت قد اشكلت انت يكفي هنا قال فاذا كانت قد اشكلت على الصحابه قبل نزول الايه فكيف بغيرهم ومنها اي من الفوائد من الفوائد ومنها انك تعرف ومنها انك تعرف ان الايمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم بل كما قال الحسن البصري كما روى عنه البخاري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع قال عمر بن عبد العزيز يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. أعيد قال عمر بن عبد العزيز وبها ختم الإمام وبها نختم. قال عمر بن عبد العزيز: يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، وهذا هو الإشكال. الناس في زماننا اليوم الخير عنده هو أن يكثر ماله وولده. ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه علم نافع وعمل بمقتضاه عمل صالح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك